على محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وحمد لك جدنا بابك عشان لباتنا باب الأمر بأداء الأمانة ونسوق أن إلا يسد حديث وحديث أفراد أهنا حديث لابو قل لابو كتابك عن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة خو خو وجدنته عبد الله بن زبير رضي الله عنهما الله كرم النقضي قال وحيري لما وقف الزبير زبير مركو استاغي يوم الجمل مالينكي رتيغا غوبتي دغالكي رتيغا لوغ مغا داري دعاني وإيري ودغالكي رنتي صحابة رنتي دحمري وإيري فقمت إلى جنبه لين عيسى استاغي حضرك هذا أقول يا نور رمي وحي نور رمي عبد الله بن زبير يكور رمي أبيه بك الله يعني. لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني وإيري فقمت إلى جنبه قرب كيسان استاغي لين عيسى استاغي وأبيه إلا فقال مركز سوحي يا بني ويلكيو إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ما أنت حل الدليل يا أم قف أما ظالمة أما قف مظلومة قف ظلم جيستي أو ظلم فلاة أما قف مظلومة إلا الدلمي أم بل الدليل وإني أني هدان أبها أهيو زبير أهانا لا أراني سما أركو إلا سأقتل اليوم مظلوما إن لإدلي الدونم بين أنا مظلومة يعني معنى الدجال كان أنجليو والدجال أن هو إن لقى غير درين والله يقول ظلمي مركو في رمانتا حقي موقتا إن هلك كان أن كل من ضون أنا مظلومة هو مركا ظلم لقى غير غير وإن من أكبر همي مروبتي وين هي ستانا وحيتها لديني دين بال يقول لي انت انا ام بريري وحاسه مروق وهي وان كيف كريا دين لي يقول لي افترى ديننا يبقي من مالنا شيئا لا دهي دينك اللي نقول لي ان حالها نحكسو الريبل الزبير حاله هيستي وسكنقنا لكن دينك اللي يقول لي هو بضان درتي بوحول كي سكالات عشان يقول لي مس لا ده دينك اللي نقول لي هاي دي أنو بحن حوالها نحكي صحاري دونا ثم قال مركز يا بني ويل كي يقول لهم دردار ما ياي بيع مالنا حوالها لين هرتا سوق جي وقض ديني وقض ديني دين كي يقول لك سي أن ودين بحنو هانتي ده أن لين هاي سوق جي وبيعي بحي الدين اللي يقول لي أنا بحي انت مركو يري كدب بير وأوصى بالثلث وحو دردار مسد دلال دلال وانت قف كله أقول لي إنه دردار ما حوالا هاقا قف مركو أقو ربا إنه دردار ما دردارا كله أقول لي واسد دلال دلال هنتي ذاته معنى ذا معنى سياشا نكون هدى في سيدي سياشا نكون صدن بدردار ما كرتا قارا هندات كالس الله ذا هاي لحالك حكومية لندونا سيدي مثلا ولا لها وكالا قال واحد جري حج كو إيماني لكن أدي أكتاد وحوين كو أظهر رأينا مساجد وحكو درستي أيتام إذا دقوا مع علل وقديد خير بطلتا إنا ماشي كي تكتيد هذه كرتا صدح دلال دلال هذا صاد دون كي يلي لكن كبضا ما يلي كرت لبا لو مانا در دار مكار قف أصل لهم بعد حل سجاء أما وارثة أما دحل متيسي لأن النبي لا وصية لوارث ويقول كان دلال انت هلا سي ابي انت هلا سي بابا الها اقول وقنت يعني هذه مو قنت انك لكن وحك استرى وبرطار من كرتاب لكن حلك ده حلك ده حلك اله سبحانه وتعالى قنت واوصى بالثلث مو دردار مو ثلثه كثلث كيسا لبنيه كو دلي مركا كان وصي ما تي كلمه يعني ولدي ده لبني عبد الله بن الزبير ويل كان وأقول له الله يا
ويش أبويها وهي مركي يعني عبد الله بن زبير من نور إنه يسمى فأوصى بالثلث وحضر دار مسدح الضلال الضلال وثلثه ثلث كيس لبنيه بقدر دام يعني مكوضة لبني عبد الله بن الزبير بأوحي إليهم ثلث الثلث ثلث كاس صدح ضلال ضلال صلنا ضلال كثلث كيس عندنا هذا دام مثلا سقاشن كن صدح ضلال ضلال كيد وصدن صدن كاس صدح ضلال ضلال كيد طبعا كانوا حضر دار مركة لبنيه قال مركة الحجير فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء هدي حولها انه حكى السهران مرك الدين كلا بحي كذب فثلثه لبني ثلث كاس نوح اسكاله ليش هذا اسكاله مرك الحكى فكريا المهن وهو هويه قال هشام مرك هشام مرك هكون قصه قال والرواد حديث وكان بعض ولد عبد الله عبد الله المها أودالي قار كمي به قد وازى بعض بني الزبير وحيلس النايان زبير الميس الخبيب بن عباد وازى هذا المحول الجيد اللهم معنا وكتب المامان مفسرين أو شراح الحديث أي وازى في أنصبة في الميراث بحال كي كلس النايان أما وازى في النسب حق النصب كويكسميه معناه صلاة المامان وله يومئذ مال كان روحه لها 9 بنين سقال ويل وتسع بنات هي سقال كبدوض لها المهانة ولها قال عبد الله مركب حيري ويل كي يسوي فجعل يوصيني بدينه أبهي وحو مركب باللعبة وقذ قلي إنه الدين كي سيقال أدر دارني سيدي أنه بحن لها عبد الله ويقول مركب حيري ليه أبهي بحل يقول له يا بني ويل كيجيو إن عجزت عن شيء منه وحكم إذا هدات كلي وسدين كه وقوات كاد اللي عندك يبيح بالليلي هذا دارك تبيح إنه يحوجا يسبيهم ويانه قال حالات ضوء يجك غن قطه فاستعن عليه بمولاي وحد أرنك أكاشتا أدوك الميستا أني جم مولاه يجي متك أرنك يجي تقولي قال عبد الله بن الزبير والله فوالله ما دريت والله ما قرن ما أراد حتى قلت يعني إلا أن كوي ديون كئري يا أبتي من مولاك مولاها واكي إلا أن كئري وابن قرن واي بحدو رجل قال مركو في الله مولاه وإلهي فرف والله ما كنت أرتي ما دريت ما قرن ما أراد وحو رجل حتى قلت إلا أن كئران ويدي يا أبتي أبا ومن مولاك مولاها الله ذهي هدي وحاوي وحيس بحين وايان أو أتكل ويدينتي إن تسديد سيد بحيسيد مولاهيغا وكالميسو او هلكا كلا كاشا marka de leedahay iyadu la jeeda marka shiri wa Allah qala wa khilafa wallahi ban ku dhaartay ma waqa'tu fi kurbatin min daynihi kurbo kuma aan bixin oo xagga deynkiisa iga timid illa ba hadii iga timaado qultu hana maw ya mawla zubayr zubayr mawlihi siyo iqda anhu daynahu deynkiisa ka gud yani ya Allah wakala يا الله يسوي له فيقضيه إلهي نوجودي جل وعلا كل سنة إذا أرى جنين كان سحابي إلهي وكقبه إله بقى يقدم بيانه وحلو يحكوا بقى كذا هل كان ماشى أبار إذن هو يريد دردار إن كي يسدي أفولي أو مركز تو حاجة قرباء اجتماع السر أم يحاولوا يسبحون ويان أما الدين كله دبولي ويا أما عندك كي أدوقة ما يسنين مركا كلر كيس قبصان مركا نسير هذا بقى يا مولى زبير تاسم بقري إلهي المركب أنه قديب قال مركب وحي رنوي ودكي سوايا قانع فقتل الزبير زبير ولا دلي ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين إلا أرضين كما نتقن درهمنا كما نتقن دينارنا كما نتقن معنى شل العد كما نتقن ليكود كما نتقن العد مركب يده وريقيس كما نتقن لكن هو كتير دول هو كتير منها واحد كم دول هو كتير الغابة ودول وين أدو الجو وين بقى إيوة 11 دارا بالمدينة إيه كل تبان دار أو مدينة كتير تاسو كتير لكن شلي ما مالكو حريصا أو كاشا كم تجين زبير كم تجين لكن هو كتير هنتظن إذا مقول ما عليه مقول تدا أو جدا وين إيوة كل تبان كان قول
ودارين لما داروا بالبصرة كتيل، ودارا بكت بالكوفة كتيل، ودارا بكت بمصر بمصر كتيل، وما الجليح عليه إذا أبقى كنك يسوي أبا داون بولي هاي، لكن ليكويد يسوي مكان ما يستعمل لك هو يستعمل عليه حوالي ماشي سيكون جلال مركو في كتير هذا نيجا أنت عن تدا عن لما بقي دين قال يقول لي يا مركو حقوق قاتن معركة وغان دونتا في روحو كتير جيجا وين بو كتير كو يتمن دار مدينة كتال إلا بد دار البصرة كتال سدح يتمن ده دار كوفة كتال آخر يتمن ده دار مصر كتال آخر شن يتمن ده قال مركو فيه حولان مركب فيه حولان سلوية شيء زبير حولان ترى بضان اللي يقول لي سوق ما يسمي وإنما كان دين زبير دين كيس وحوقها الذي كان عليه اللي يقول لها أن الرجل منك مركب كان يأتيه بالمال قفبة حوله ولا إيمانية قفبة حوله وطا حوله ولا إيمانية فيستودعه إياه أكتي سو مركب كأماني سنية إلا سيدي بنجي وكالا لغانية مركب سيفين بوضتك وآها إن با بقولكم بوايس الله بقولكم بوايس الله زبير بعدت نهاية فيقول الزبير الزبير نوح الله لا ما يسامع ولكن هو سلف ودين وحرمر إني أخشى عليه الضيع وحن كم بقي حالها دم الإسكي ما إسكي يا لان إن أي ضيع مان ما كرت الدين كني يعني معنى وحور ربا حوله إنه سلك ليت كني هو مركي عن تلوج جليو ومال جليو وكل شقي استوني كان يحيي سنة وإلى اليوم فإذا نسوق وحيري أبي مركك هلا حالها مركك هل كي كي جري مالين ما وما ولي إمارة قط ولي مال إماران أمير منق ولا جباية منق عن شور قاضا منق ولا خراجا ولي مالها كما صور خراج هو بحلول كبحو مركا لا يسكى قاضو خراج في جباية ذا وحنا وحي النقضان مركي لا صورني الزكوات كلا صورني ضرائبتي بلا صورني عن شورتي بلا صورني dadki dimiinta waxa laga soo wara marka qolka meesha jooga treasure man markuu yahay ee wax ururinaya marka waa nin xoogaa khasna jiista xoogaa wax lagu tuhmay marka wuxuu shilimaadkan aabahay soo galay kursina ogaga ma iimaanin nin xoolaha ka shaqeeya oo la leeyahay nin wuxuu ahaa khasna jiyo ama wasiir maaliyad buu ahaa ama hanti dhowr ah waxa shaqo kuma lahayn aabahay wala shay illa an yakuna fi ghazw ma rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam illa inu duulan ku jira mooyaan rasuulka uu la jiro أو مع أبي بكر أولاد دوله أو عمر أولاد دوله أو عثمان أولاد دوله رضي الله عنه تامر كما ماشيين يعني معنى عمرك دولان أو قرا أو عمرك دولان قال دولان طبعا أما ماشي وحاجة جرة في بجرة أما غنيمة جرت في أيضا دجال الجليل وح الهلال ومجابة غنيمة ذا مركب دجال ودعاء عيدا كلا الجبيو وحبوري ودام إنجليش ك إلا قصوا فرطوا لقاتوا مركب الله راس وح كسوا قالوا ماشيين iyo dad deyn u kaansaday xoolahoodu inta u maal galiyo suuciyana iyada meeshiin laakiin aabahay kursi wax kuma soo dhicin nin canshuur qaadana maahay nin ma aragtay kharaaj qaadana maahay waa shaqo kuma lahayn qala markii wuxuu yiri abdullahi marka deynka waa inuu kalkulad gareeyo oo xisaabiyo soo ma fa hasibtu wan xisaabi bi ma kana alayhi min ad-dayn wuxuu lagu lahaa oo xoola ah oo deynkii lagu lahaa baan xisaabi bi فوجدته وحان هلا يصب بحذي ألفي ألف ومئتي ألف ألفي ألف لبا كونو كونو ولا مليون هدو رصاصة لو حساب يجري ويقر ولا مليون إلا بقلو كن بل وليه ألفي ألف ومئتي ألف ومحي لا بقل ولا مليون لا بقلو كن بل وليه فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن زبير حكيم بن حزام وانك صحابي جاها سو اللي هدن جيله سو اسلامي حديث اللي غوري ايا وحو لقنا عبد الله بن الزبير فقال له يا ابن اخي قول كان ادارك وايو وادارو ما شاء الله ادارو كم على اخي من الدين امسى لقول لي هاي ولا الكي حولها لقول لي انت جاري من شيء فكتمت وان قريبي ومشيك وقلت حانري 100000 بقول لكم بالولي بس يعني ما بيه لا لا مليون الا بقول كم بالولي ما دي محان يريد بقول كم بالولي فقال حكيم حكيم مركب وحيد والله ما ارى اموالكم تسع ذلك او ملاين حولها ايدين يلا هدا هيستان ان الدين كاسو جاري كران الدودي كران الدبولي كران يعني مركب قياس يا حكيم من حزام حولها هنتدا من قلتان كا وكتقي زبير وكتقي هدي القيمه لسوق
بقولك أكون الدينك يعني ما تدبولي كرتين يعني نحن اسمه ما فيلنا اسمك اسمه بحين يسبر رأي نور انتو وش يا جماعة اسمه هي البوش هو قريب. طيب انت عمرك يلي كذب. قال عبد الله بن عمر أرأيتك كورا إن كانت 2000 ألف ومئتي ألف كورا هذه إلى مليون إلى بقول كنت. قال عمر ما أراكم تطيقون هذا ما كاري كرتان أو شاس هو لا تكبحي كرتان ما دين بقول كن بمرك وركي يا بنا صام بقول كن يفعلين اسمه دي ما مكيد مركو إلا من الله بقول أكون بقول غير ما كاري كرتان بي. فإن عجزتم عن شيء حكيم باله هداد وحكيم ويدانه ومنه دينك يكمل فاستعينوا بي أنا إكاش هذا أنا ديار إنينا مركو الربع من يقول هذا كل بقول كن أم الله بقول حوالا هذا يستان دينك اسمه بحيانه هداد وحبها هاتان بل هل كاسان يدين جوغا وين عاوني يا مركا إن ولالكي هانا أي كوشي يا مركا. قال مركو حيري وكان الزبير زبير روحها أبي وكهل ياي قد اشترى الغابة قل كم وين دقدا وين ومركي سهر كي يفسدي ب70 و100 ألف بقل يتضباطا كمبو سيستي فباعها عبد الله مرك عبد الله مرك ما دام وهذا السوق جيني قل كي مركي هار قيمها بكوفة دي مرك دم هو كعي سوق بويا شيء عبد الله مرك كل سوق جيني مرك كان ب1000 1600 ألف هل ملين إلى حب قالوا كم بمركزي مركز أرى لي مثال سي حال سي انتاير أرت إلى هل كسب بركة كان ثم قام مركز يستجف فقال وحيد مركو أنت سي وحيد من كان على الزبير أو من مركز وحيد من كان على الزبير شيء ورقفك زبير وحكله ولا أباه أباه قفك وحكله أو قام يسينه فليوافنا هنوي ماذا بالغابة الجقر حلقة هنوي ماذا حلقة سأسكوار فأتاه عبد الله بن جعفر وسعداء ويمن وكان له أي لعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر روحه كلها على الزبير روحه كلها 400 ألف أفر بقول وكم بكلها فقال لعبد الله عبد الله بن حكير مكة يا الله يا هذا كان سيحل حبيري إن شئتم تركتها لكم وراح دادرة تان واسكيكين دينيا روح أرك حوغا روس لوغي انت اذا ماشي تال الدين كل يقول وحنا نسبحين كريم بارك وفي روح دارتان وين عارفين مشكله مالك. قال عبد الله لا عفيس مره قالوا فان شئتم هذا دونتان جعلتموها فيما تؤخرون ان اخرتم وحا عاد قال كبحين دونتان هدي جيران كو اني يو درا حتى ولب هذا دي دين ان اني عفيو تنازلو هذا دي دنتين ولب قال ددك لا سين دونو او دينكو لا سين كو يو درا فإن شئتم هذا الدونتان جعلتموها واتكدي فيما تؤخرون كو أدب بجيسان إن أخرتم هذا الدب دكتان. قال عبد الله بن لا تنازل لك أقبل من أن نعفس إن ندب كو لقنا ديار مني. قال بحيرا فاقطعوا لي قطعة هذا بواي هذا ساتها بل قل كان أنت لك جغبا هنا يجرى. قال عبد الله مركب حكير لك من هنا إلى هنا أنت إلا حق أرأس كرة قل كي ومركب ما أجرى هل كاسات جغبك الليلة. فباع عبد الله منها عبد الله مركة هو بيعي فقضى عنه دينه دين كيس مركة هلك كوجري ووافاه ووفي وبقي منها وحا صهر مركة مركي وحي اللي يبي وحا صهر 400 أو 4 أسهم ونصف أفر سامي يبربع صهر أفر سامي يبربع صهر فقدم على معاوية معاوية أتجي وعنده عمر بن عثمان معاوية مركو تجي وحا أجوغة عمر بن عثمان كو والمنذر بن زبير بقى أجوغة لبق وابن زمعة أجوغة صدح فقال له معاوية مركو عيد كم قومت الغابة جاقبي أبها كتك لوكي وينا امسال وقيمي قال وحيرو كل سهم ب100 ألف سهم والبابا هل كي سامي بقول كن بل وقيمي قال وحيرو كم بقيمي امسال صهرت مركب قال حير 4 أسهم ونصف أفر سامي بربع صهر قال من ذنب زبير وحيل قد أخذت منها سهما ب1000 حضبا هل سامي أنا قاتب بقولكم رب حينيا قال عمر بن عثمان نسنا وحيل قد أخذت منها سهما ب100 ألف أنا مدبان قاتل بقولكم رب حينيا وقال من الزمع نسنا وحيل قد أخذت منها سهما أنا مدبان قاتل ب100 ألف بقولكم رب حينيا قال معاوية مركة وحيل مركة كم بقي منها محا صهر وياه كالقاضمي هذا أفر سهم يبر محا سدح لك علاقات صامة سهم بربع صام قال فعلا سهم ونسب آخر قال فعلا قد أخذت ب50 و100 ألف
بقول لي كنت انا قاتل بي. قال ملك حلو وابا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر نصيبه قيبتي كسو اد اسا الى دولك واخ لغا سي سوما بيعيه من معاويه كبيعيه من انسو كهله ب 600 الف اللي بقول لكم بوسيست. فلما فرغ ابن زبير من قضاء ديني، ابن زبير مركو دين كي مال اسكا صار وقف البواحي ولها وكانت أجلي. قال بنو الزبير مرك، وليش الزبير بحضلي، وليش الزبير بحضلي، وحي لدينا اقسم بيننا ميراثنا لحال كان نوقي وانت نوح باب قريسة او لحال كي. قال بحي والله لا اقسم بينكم وح ان اذين قيمين مجرته حتى انادي بالموسم الا ان حجك دتك كجنة هذه 4 سنين افر صنع هلك تجيه. وان له الا من كان له على الزبير دين ورعدي دين زي الكل عدي زبير دين كله فلياتينا هنوي ماذا فلنقضي ان غاسين ان انو قدنا ساسا ذهب رحت افر السنه وانا حج كتبه وموسم كان هلكا كنادي وان هبيو عد ابه دين كله رحت تا وين اوغاد بي مركي ان كسو دماضو ان سيراده ابا ليله مركه كان خلاص شيل الغمله مركه صدح حالي ما نسان بي. فجعل كل سنه ينادي في الموسم سنه الموسم في التقي حجك وريال الزبير يلعب كولا يا زول افر سنه. فلما مضى 4 سنين افر سنه مركي لما مات قسم بينهم انت اي لهاين بود حال كولي بوسي ودفع الثلث دردارا كي سدح دلال دلال كان مركز ضد السي. وكان للزبير 4 نسوه زبير وكتري افر دور وكتري وهويني وكتري وحاسسه. فاصاب كل امراه هويني والبابا وحي لحالها شيء 1000 1000 و100 الف هل مليون الى بقولوا كم بهش. فجميع مالهم مرك حولي مرك الله وضرعيه اللي سوق جيه 50 ألف ألف و100 ألف وكنت مليون إلا بقول لكم. رواه البخاري حديث كما حاول الإمام البخاري وحديث رنتي الله هو صحيح بعد كتاب الله جل وعلا صحيح كتاب بعد كتاب الله. أعمل شك هذا صباح يكون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد وحي هايين هرت جيري ده انك بقن ضد شقيست ونلشو ده الدنيا نماريا تود اخرنا ضد كاكا هرية هاي هدي وحاوها دردارنك دردارنك ومهم دردارنك حلقيا وقفك مركو حرارك ونقضى اما وصفر يكلينا كفكرنا وقفك جرى وصفر الدونتاي كل محاكو هلي الدونة meel dagaal ka socda aad aadi doontay maxaa kugu dhici doona diyaarad baad raaci doontaa maxay noqon doontaa doon baad fuuli doontaa maxay noqon doontaa xanuun baa dhaqtar kugu sheegay uu ku leeyahay dawo ma laha markaas laga yaabo inaan ka fikir laakiin dardaaranku qof kasta waxaa la rabaa wasiyatu cinda ra'si in madaxaaga meel ay ku jirto maantan alxamdulilah ilaahay wuxuu sameeyey intaasoo shay wax lagu kaydsan karo dardaarankaaga qor wixii ku qarsan iyo waxa islaanta ka qarinaysid iyo islaanta oday ka qarinaysid iyo cagbad ku jira qor walow haddaad ka baqaysid in farahaaga la ogaado oo bal cala qal qofaad ku kalsoonta udib waxaa tiraahda markii tiiraba ay timaad hala furo nambarka iyo nambarka ha lagu furo meeshaas xoolaha ku jira xoolaha marka waxa ku qarsan iyo waxa ku muuqda waa inay xaqa wada helaan oo diiniyan dardaaranku marka waa ka dardaaran kan waxaa lagu ogol yahay qofka loo ogol yahay 3 dollar baa loo ogol yahay wax ka badan hadda daarmi kartid laana nabiga waa uu diiday sallallahu alayhi wasallam. Ama dhaxalka sooma ilay 3 ayad buu ku qeybiyay yusikum walakum iyo tan ugu dambeyso yastaftunak 3 ayadood waxaa ku dhan nidaamka dhaqaale ama wealth distribution islaamka oo kumblado fadhiya ba ilaahay subxaana wa tacaala dhaqaalona halkaas laga hadlo wa arkaysa xisaabaha wada fractionka wada leh jajabka wada leh muqumanaha ah iyo nisf thuluthi sida loo qaybin cajaaibteeda leeda ilaahay subxaana halkaas kaga hadlay nabi maxamed sal alla sal xadiiu marka ku kamilay kuna sharxay kadibna hadigii saxaabada iyo intii ka dambeysay marka wax walbuu cadiy marka xeer jajaban nooyaal iyo tolka xeer bay leeyihiin iyo dhaqan soo jireen leh iyo odayga reerka qaybina hawsha shaqo kuma niman intay geed hoosti soo fadhiistaan baa korra soo qaataan dhulka noo xarxariiqan shaqo kuma waxaan haa iskal
waa diin, waa la bartaa cilmi iyo miraah la leeyahay jira. Hadday dadka aqoon u leeyihiin ha qaybin, haddii kale culimmada qaybinaysa loo geeyo. Taa marka waa muhiim. Midda kale waxay tahay xoolaha waxaa laga ilaaliyaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala, min bacdi wasiyati yuusa biha aw dayn buu leeyahay. Min bacdi wasiyati yuusa biha aw dayn. Dhaxalka qaybintiisu waa goorma? Markii dardaarankana la bixiyo, deynkana la bixiyo. Horta deynka waa in la bixiyo. Meydka markuu saa u go'o yaa wax kuleh, ha la bixiyo. Wixii waxa yani hantida markii deynka la bixiyo oo dardaaranka la bixiyo kasoo haraa lagu magacaabo irsi. Markaasaa dhaxal ii gashaa xoolu marka dhaxal geliya. Qofka marka intuusan dhiman ka hor ma dhihi kari hebel inta hala siilo, markuu is yiraahdo waa dhiman rabtaa, maxay ma qaybin karo xoolaha, waxaa la qaybinaya marka bacd almowt. Laakiin qofku wuxuu baahan wuu siin karaa isagoon dadna aanan dulmiyeyn. Ilmaha dhashay isku baahi maaha, reeraha qofka uu leeyahay isku baahi maaha, way kala ballaaran yihiin, awlaaddu way kala baahi badan yihiin, dad waaweynoo jaamacada dhigtaa jiray, kuwa yaroo hadda soo koraya isku mid maaha. Marka halkaasoo kale marka aad u kala badiso wax problem markaa ku jiri markaa malaha. Laakiin cadaaladda ha ka tegin. Xadiidkii Nucmaan bin Bashiir, nabigu marka lagala tashto wuxuu ashhidu calaa hada gayri, war cid kale ula taga. Cadaalad darro anigu markaa markhaati ka noqon maayo. Marka wiilasha xuquuqdooda waa in la siiyo, gabdhahana xuquuqdooda in la siiyo. Waxaa kale iyadan muhiim ah, halka kan waxaa jooga sagaal wiil iyo sagaal gabdhood baa jooga. Gabdhuhu xaqoodi leeyihin, in xaqooda la duudsado maaha oo la yiraahdo dumar baa tiin ku macatiin. Inta Ilaahay ugu talagalay u qoondi waa in loo qoro. Iyaguna waagi hore waxay taagneed xaqba ma lahayn qabla alislaam. Markuu islaamku u yimidna dhaqanada ku durduriyey ma lahaan jirin. Hadda waxay bilaabeenba inta loo qoro inaan ahayn marka inay u hanqaltaagan tahay inaan gardarro wey. Waxaan islaamku wuxuu dul ku dul fariisiyey qaacida fadhida inaan gabadhii la dulmin, inay xoolaheeda ay yeelato, lidakari mithlu xafdi lunthayn, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamo. Halkan waxaan kaga soo hadlay meesha dhaxalka aan kaga hadlay. Waxaa kaloo haddana meesha muuqata dardaaran. Qof markuu dardaarmo, annaga waxaa laga yaabaa inaan iska dhegeysano, qof markuu dardaarmo inaanba la danayn. Saa markuu u dhintan xoolaha ciddii boobi karta iyo qofkii awood kuleh inuu xudoon ka yahay. Waxaan waa deyn. Bal arag Cabdullaahi suu u walwalayo, dardaaranka aabihii suu uga walwalayo arag, iyo rafaadka uu maray, iyo waxa uu sameynayo, iyo meesha uu ka dhacay, iyo sida uu markaa u dhexduuqsaday, iyo sida uu markaa baasha ugu xirxirtay arag. Iyadoo dadku xataa diyaar u ah inay iska cafiyaan oo dhahaan, may wixii aabahay, lama dhahay xoolaha loo cafiyo. Aabaha marka sumcadiisa iyo waalidka waa in la ilaaliyo, xayan wamayitan, hadday noodi markay dhinteen, marka god ku jiraan marka kaleba. Inaan la dhihin aabihii baa dhintay oo shilinka lulu, hooyadii baa dhimatay, shilinka walaalkii baa dhintay, wax laga wanaagsan yahay. Waxaa kaloo haddana meesha laga qaadan kalsoonida uu ku qabay Cabdullaahi aan dhaha Zubayr rabbuhu jalla wacala, iyo darsiga wiilkiisa uu baray, yaa mawla Zubayr wax sahlan maaha. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa laga baryaa inuu dayn iyo wixii lamidaba haddii ay kugu yimaado ilaahay, ee allahuma qdi dayna cana, allahuma qdi dayna cana, qofka inuu badiyo ilaahay subxaanahu watacaala waa ma aragtay waa khaaliqa wax walba marka awooda. Waxaa kaloo laga qaadanaya nin siduu amiin u ahaa Zubayr, xoolaha dadka uu ilaaliyey. Waxaan odhan intaasoo daaraad arkaysay dad baa lahaa xoolahan, xoolo saafi isagu lahaa maaha, shilimaadku meesha gelin, wuxuu ka baqiyay xoolaha inay lumaan. Laakiin hadda daartii waa hanti iyood mugurtaa meesheeda taal oo loogu imanayo, oo hadda waa laga faaiday. Laakiin hadday shilimaad ahaan lahayn waxaa laga yaabaa wixii waa inay meel kale aadi lahaayeen. Taana waxay muujinaysaa amaanada uu leeyahay. Marka uu inoo raacinayo Cabdullaahi ibnu Zubayr uu leeyahay, wallaahi wax kursiya iyo wax shilimaada oo maa treasure man weligii ma noqono, wax khasnadii ma noqon. Markuu leeyahay wuxuu muujinaya inaan la tuhmin, maxaa yeelay meelahaas waa mawaadic tuhum, meelaha qofka xoogaa lagu tuhmi karo inay shilimaad un markaa soo galeen ayay noqon kartaa. Waxaa kaloo hadda laga qaadanaya diqada ka muuqata xisaabaadka meesha ka muuqda. Alfay alf intaa iyo saas waa xisaabihii waagi hore lagu xisaabtami jiray, oo lama nambaradan hadda ee millioniska iyo trillioniska iyo waxaan hadda la isticmaali, ma ayna isticmaali jirin alfay alf iyo mi'atay alf, macnahaasa la isticmaali jirin. Waxaa kaloo haddana laga qaadanayaa in dadka xataa deynka kulahaa isaga aaminnimadiisa ku kalsoonaayeen, maxaa yeelay kama imaateen ama ma dhaheen, mayan dhaheen mathalan iska cafinaa iyo maya wala khasbi maya ilaa wailaa. Waxaa kaloo haddana ka qaadanaysa haddana wuxuu hubiyey in hal shilin ah taana dhexda ka dalooshay dhihi jirin, markay ogaadeen ay hubiyeen inaan waxba lagu, uu hubiyey inaan waxba lagu lahayn, markaasuu warathadiin u wacay
iyo dadkii wasiyada lahaa markaasuu siiyey. Xadiidka marka wuxuu muujinayaa in mawduucaas, mawduuca deyn, uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan qofku inuu ka fikiro ay tahay, waana waxyaabaha muhiimka, lanno qofku waxaa laga yaabaa xisaabka yowm alqiyaama waxaa carqaladaynaya waa deynkaas wey. Nabiga sal alay slam marku arko qof deyn lagu leeyahy, acalayhi deynha ku tukadu dhihi kuma tukani. Marka waa deynka qofka in laga gudo. Deynna dadka soomaalida waxaa jira deyna, laakiin dadka deyn aynu arkin. Hadda matalan meherkoo kale, qof baa wax mehersanaya inuu bixiyo diyaar uma aha, waa iska mehersanaya. Inta ay sheegato 10 kun 20 kun haga qaad buu kuleeyahy bal waay. Waxa haddaadan ka bixi karin, marka hore waa dee anuu kama bixi kar lacagta. Ummaddu waxay markhaati ka tahay, waxay maqashay markhaati ka tahay. Intaasoo kun marka la yidhaahdo dadku intaas markhaati ka yihiin. Hadda intay nooshahay, xoolaheeda sii. Asalkana diinta waa in la horumariyo. Calaqal haddii aynan dhaqankaa keeni karin oo islaamiga ah, kan walaalaheen carbeed ha la qaato, muqaddam iyo muakhar baa lagu magacaabaa. Meherka markuu intaa yahay, haafna waa la horumariyo, haafna gadaal baa laga siiyaa. Dhaqankii markii islaamkii uu si kale u noqday baa, hadda gabadha haddii loo hormariyo waxay moodaysaaba in xoogaa loo tabaabushaysana in la furi rabo oo inay diidaa laga yaaba. Midda kalena haddii iyadoo nool oo fayow ha ku cafiso, ilaahay subxana wa taala isaga yiri faantabna lakum can shay minhu nafsa fakuluu hanian mari'a, hadday idiin cafiyaan mushkilad ma, laakiin adigu ha khasbin. Waxaa dhacaysa marka inuu 20 sano qabo oo 30 sano qabo, markuu intaas ciyaal ka daadiyo oo xaalad kale la gaaro oo maalintii iyadoo xoogaa ay go'aan qaadato ay iska hinaasooto, tira halay furo inuu yiraa isku furo aruntii horena ma bixin, isku furu leeyahay. Haddana tan meeshaas wuxuu u dhigtay isbaaro, wuxuu rabaa inuu yiraa tan isku furo waa gardaro. Marka wixii loo hormariyo hadday isfuranaysan waa hawl kale, waa wax kale, laakiin maaha maantan in la yiraahdo ka tanaasul. Marka deynka ugu khatarsan, ugu muhiimsan waa ka deynku. Marka ma sahlana, ilaahay subxaana wa taala weydiisanayna inuu deynka naga ilaaliyo, cidda lagu leeyahay ilaahay subxaana wa taala uu marka uu ka gudo. Albaabu assaadis waalcishruun, baabka 26aad. باب تحريم الظلم ظلم يقول حاران تنميو اي والامر برد المظالم ان ليس فرو وحيا به ليس كدعي اما ليس كدلمي ان لعليو حوله حولها اديغ لهين ان دي بلو ادو عليس. قال الله تعالى الا يحرم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كو ظالمين تو ما اهان حميم جعل امد ergoonayo laga dhageysanayo. Ilaahay wuxuu yidhi wama lidhaalimiina min nasiir, dhaalimiinta ma laha cid u hilisa. Wama alxadiid faminha, waxaa ka mid xadiidu abi dharin radiallahu canhu almutaqadimu fi aakhiri baab almujaahida almujaahada deh xadiidi abu dhar ee noogu soo hormaray baab almujaahada markaan joogna kii ugu dambeeyey xadiidkaasa ka mid. Alxadiid alawal huwa alxadiid 203 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتقوا الظلم وظلمك كبقى كدور صدى، فإن الظلم ظلمه ظلمات مبديوي قد عروي يوم القيامة تجنيد مالينتين. واتقوا الشح بقيلت نمضنا اسك إلى لي والحج إلا ذا حتك كبحصنا اسك إلى لي، فإن الشح الحج إلا ذا أما بقبق الياس aan sahlanayn oo markuu xadku uu ka baxaa laga wadaayo ahlaka man kaana qablakum, dadkii idinkii idinka horreeyey buu halaagay. Xamalahum, wuxuu ku bixiyo ku xambaaray calaa an safakuu dimaahum, dhiiggooda inay daadiyaan. Wastaxalluu maxaarimahum, wixii ilaahay subxaana wa tacaala oo maxaarim uu ka dhigay maxaarimtoodana inay ku xallishaan buu ku bixiyey. Ilantaana iska ilaaliyo nabiga sal alla slam. Xadiidka waxaa naga quseeyay hadda qaybta koowaad oo ittaqu dhulma faina dhulma dhulumaatu yowma alqiyam. Aakharo waxaa la raadiyay waa nuur, bisuurin lahu baabun baatinuhu fihi raxma wadaahiru min qibli alcadaab. Aakhira waxaa la iltamisuu nuura, marka aayaddaasaan u socday aakhira nuur baa la raadiya, inuu ilaahay nuur hortaada dhigo oo gadaashaada dhigo oo midigtaada dhigo oo bidixdaada dhigo oo korkaa dhigo hooskaa dhigo nuur socdaa noqoto waxaa la raadiyay wey. Ka waran haddii halkii nuur aad raadinaysay wuxuu dhan bay isku rogaan, mugdi isku rogaan, guduraysmaan wax la arki waaye. Kawan dulumaatun bacduha fawqa bacdin ida akhraja yadahu lam yakid yaraaha waman lam yajcal illahu lahu nuura fama lahu min nuur. Hadday gaartay kawar dulmiga keenaya, marka qof baad noloshiisii
qabsiisay subaxu iska laafiyoonaysa isaguna dadku ka haray habeenkii waad quurinaysaa isna ma seexan kara saas u rogrogmaya lanna waa dulmisay ama xoolihiisii ama maaragtay maalkiisii ama cirdii meelbaa kaga dhacay walaakin waa noo iman doonta axaadiisa tilmaamaysa macnahaas nabiga sal lay sl marka wuxuu nogaga digay kaas iyo wuxuu nogaga digay bahashan maanta la ilaalinayo lanno markii shuxi u qof walba anaa isla raba aniga keliya aan noolaado aniga keliya qof kale wax lama rabo markay gaarto dadku islaynayaan marka wax alla wixii maxaarimna waa la banaysanaya marka hala yaaban markii ay dadka muxalliliinta marka ay siyaasada taxliilina ay leeyihin dadkan ha gaaja isku darta marka le anu gaajadu goormay timaada marka albaabada lakala xirto marka wax la siin waayo marka laisu damqan waayo marka qofka kale aanu danaynin maaragtay aan usoo istaagin markaas imaanaysa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لبعض لا تؤدن الحقوق والحقوق ذات جدنيسان أو جدنيسان إلى أهل أهلك يوم القيامة مالك يوم القيامة حتى يقاد إلى لغة قصاصه للشاة الجلحاء ردي أن جيسها لهين من الشاة القرناء ردي يدو جيسها لهين لبر ريود دايس هرديان ومن الجيسة إلى من الجيسة لهين tii iyadu maroorsaneedoo geesgees laayda ahaydoo geeska aan lahayn ayaa xaqiidoo lasoo dhicinaya ilan tan baa ekestral labadaa geesood bay adeegsatay xeerkaasaa la gaari doonaa buyi haddii xoolaha laysu qisaasi doono dadka marka dadkan waa laysu qisaasi doonaa qofkaad ka hanti badnayd oo hantidaad u adeegsatay dilkiisi iyo dhibaateyntiisa qofkaad ka dad badnayd oo badnida aad u adeegsatay dilkiisa iyo dhibaateyntiisa qofkii aad ka magac sarraysay oo magacay wax walbaba la tuaddunu lxuquuq buu nabiga sal اllه عليه وasلم leeyay marka ilaa heerkaasa la gaari doonaa ilaa yowm اlqiyama bimacna waa maxay xuquuqda waa tii la gudo ama adduunya lagu gudi doonaa ama aakhara la gudi doonaa ilaa lihadihi daraja xadiika imaam muslim uu tilmaamay halkaa nogu joogo ilaa huna wabilahi towfiq